الآب والابن والروح القدس لله واحد آمين. لما ظهر ربنا لرئيس الأنبياء موسى وتكلم معه من العليقة المشتملة بالنار، لكنها لا تحترق، بقى له ده عن التجسد، وبعض الآباء قالوا ده شعب الله اللي كان في مصر جوه أتون نار للاضطهاد، ولكنه محفوظ بقوة الله. يعني مذلولين لكن مش هالكين. اشتغل في الصخرة في الطين تحت ضرب السياط والمزلة، لكن عايشين. نجاهم وقال حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا زادوا كتروا. قال ربنا لموسى قد رأيت عيانا بعناية، يعني مذلة شعبي الذي في مصر، سمعت أنينهم. الأنين ده اللي هو الوجع، الواحد يئن، كانوا بيئنوا ساعات. الأنين ده لا يعبر عنه لأن الإنسان بيبقى يتوجع وما فيش مخرج، وساعات الأنين يبقى داخل النفس زي ما الواحد بيتنهد من التعب. ولكن التنهد ده والأنين كان مسموع لدى الله، بيقول من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. أتاري لما شعبه كان في الضيقة ديت، طبعا ناس كتير فاكرة ان ربنا ده، هو ربنا فين وربنا مش حاسس بينا؟ والذل والسخرة والأعمال الشاقة والمزلة every day كأنها ملهاش نهاية، لكن في حسابات الله ليها نهاية. مواعيد الله مختلفة، خطط الله مختلفة. فلما ظهر لموسى قال له أنا شايف، أنا مش ناسي، كل الآلام دي محسوبة وكل المذلة دي محسوبة. رأيت عيانا مذلة شعبي، سمعت أنينهم، نزلت لأخلصهم. طبعا لما ربنا يقول أنا نزلت أخلصهم، فيش قوة في الوجود تقدر تقف. ده الكلام ده في العهد القديم، ده كان رمز الجديد وتكلمنا عنه كتير. لكن ايه اللي اختلف في العهد الجديد بقى؟ زمان كان اسمهم ايه؟ شعب الله. طب ودلوقتي اسمهم ايه؟ شعب ودكم. طب واحنا والكنيسة يعني ايه؟ قال لا، دي اعضاء جسمه، لما تجسد وأخذ طبيعتنا وجعلها واحد مع لاهوته اختلفت الموازين، بقينا جسمه الخاص. تقول لسه بنضطهد؟ قال اه. لسه المذلة والسخرة؟ قال اه. يعني دي من ضمن الشروط الموجودة. قال جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، أما الناس الأشرار المزورين يتقدمون في الشر أكثر فأكثر، ضالين ومضلين. يعني يفضل الاضطهاد؟ لا يفضل.
بس بقى موجه لإيه؟ مش لشعب الله، الموجه لشخص المسيح نفسه. شوف الفرق، الفرق خطير جدا. لما ابتدوا في الاضطهاد في القرن الأول بعد صعود المسيح للمجد، قتلوا يعقوب بالسيف، قبليه قتلوا استفانوس بالرجم. طاد قتل مذلة، نفس الحكاية. لكن ظهر الرب في الطريق لشاول الطرسوسي، كان رئيس الهيئة بتاعت الاضطهاد ديت، وكان شديد العنف. ولما اتكلم بعد كده قال أنا كنت بهين، كنيسة الله بقى تلفها بإفراط، والمسيحيين كنت أضطرهم للتجديف بسبب العنف الشديد، وساق كثيرين إلى القتل وألقى كثيرين في السجون. لما ظهر له ربنا قال له إيه؟ قال له شاول شاول لماذا تضطهدني أنا؟ يعني النقلة كبيرة قوي، بقى الأمر كله موجه لشخص المسيح. طب وإحنا؟ قال إحنا أعضاء جسمه. فبقى الاضطهاد موجه لشخصه، والآلام كلها محسوبة عنده، وده جسمه. فبيقول لشاول أنت بتضطهدني أنا ليه؟ قال له ما عرفكش. قال لا، ما اللي أنت بتقتلهم وتموتهم وتضعفهم وتضطرهم للتجديف دول جسمي، دول مش شعبي، دول جسمي الخاص. قال له رب أنا ما عرفكش. فلما تعرف عليه القديس بولس الرسول، تعرف عليه ودخل في ده، قال تعالوا أعرفكم بسر المسيح اللي أنا أدركته، وسر الكنيسة اللي أنا ما كنتش عارفه. وأكتر واحد اتكلم على المسيح في الكنيسة والكنيسة في المسيح القديس بولس الرسول. وأكتر حتة أديها لك تروح تدرسها كويس قوي رسالة أفسس، قال عشان تعرفوا درايتي بسر المسيح. فبقى بقول لك احنا بقى نصيبنا كبير قوي، احنا الواحد مش دريان. الاضطهاد ده موجه لمين؟ قال للمسيح. طب مين بقى يدافع؟ فين بني ادم بقى يقدر يدافع؟ طب وهل الاضطهادات دي الموجوده ضد المسيح من القرن الاول لغايه مجيء المسيح محسوبه؟ المحسوبه عند مين؟ يعني المسيحيين مثلا يعملوا احصائيات ويشوفوا قد ايه الاضطهاد ويرفعوا قضايا؟ لا 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 لا، ده المضطهد بيضطهد شخص المسيح. بس لأن جسم المسيح بقى في العالم، فبقى يبان أنه الناس بتضطهد ناس وناس بتقتل ناس. الواقع لا، الواقع أن العدو الخير ضد المسيح بيحارب ويحاول أنه ينال من شخص المسيح. فين؟ ألف أولاده في جسمه. لكن زي ما قلت قبل كده أن العكس حاصل، يزيد الاضطهاد ويزيد القتل يزيد الإيمان. حاجة غريبة صحيح، يزيد الإيمان ويزيد التمسك بالله ويزيد حب المسيح جدا في القلب. وزي ما بقولك بسبب ده نفوس كتيرة جدا تتوب، وناس تتغير، وناس يتعرفوا على المسيح كأنه جديد، كأنهم ما عرفوش قبل كده. لأن الأول كان اسمه شعب الله، وقال رأيت عيانا ما زلت شعبي، وشفت اضطهادهم بعناية وسمعت أنينهم أنزل أخلصهم. نزل لما قال نزلت له أخلصهم في الرمز زمان في القديم، طلعوا من أرض مصر من أرض العبودية وراحوا أرض المعاد. لكن الحقيقة إيه؟ قال أنا نزلت
عشان أجعلهم أعضاء جسدي. فلازم إحنا لازم المسيحيين يفهموا دي كويس. نزل وخدنا في ذاته، وحدنا بنفسه، فبينا أعضاء جسده بقى، يعني اللي بيطهد يطهد المسيح. وقال الذي يقبلكم يقبلني، الذي يرزلكم يرزلني. وإيه الكرامة الكبيرة دي بقى؟ وإيه المجد ده؟ وإيه النعمة دي؟ بس لازم المسيحيين يدركوا ده، إن أنا عضو في جسده، إحنا أعضاء في جسده الإلهي. ده طبعا أكبر تعزية لينا، وأكبر نعمة وقوة يحصل عليها الإنسان، إنه يدرك إن إحنا أعضاء جسد المسيح الحي الإله، وإن مش إحنا اللي برضو دي نعرة غريبة أو إن عاوزين المسيحيين يدافعوا عن المسيح. طبعا إيه ده؟ قالوا زي الحتة اللي عملها القديس بطرس الرسول، قام ومسك البتاع وعاوز يضرب. قال بتعمل إيه؟ أنت بتدافع عني؟ تفعش. ضع السيف في غمده، من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. إحنا مش كده. عشان كده بقولك إيه بقى المسيحيين اللي دافعوا عن المسيح؟ يدافعوا الناس يعني كده أي كلام، يقولك إيه بالروح بالدم نفديك يا صليب، كلام عبيط. ده كلام. ده إحنا مفديين باللي مات من أجلنا وغفر خطايانا. لربنا المجد دائما.